دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. إن خير القلوب أوعاها للخير، وأرحم القلوب ما لم يسبق الشر إليه. الشمس لها شروق وغروب، ولولا ذلك لفسد العالم. والقلب له شروق وهو الرجاء، وله غروب وهو الخوف، ولولا ذلك لفسد القلب. إذا سألت كريما حاجة فدعه يفكر، فإنه لا يفكر إلا في الخير. وإذا سألت لئيما حاجة فعاجله، فإنه إن فكر عاد إلى طبعه. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنا. إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان، يحني الضلوع على مثل اللظى حرقا، والوجه غمر بماء البشر ملآن. ومن كرمت طبائعه تحلى بآداب مفضلة حسان، ومن قلت مطامعه تغطى من الدنيا بأثواب الأمان. فإن غدرت بك الأيام فاصبر، وكن بالله محمود المعاني. ولا تك ساكنا في دار ذل، فإن الذل يقرن بالهوان. وإن أولاك ذو كرم جميلا فكن بالشكر منطلق اللسان. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.